وهنا بقى هخش معاكم على صوم اللسان والفكر والقلب. انا كل ده عايز اوصل بيكم ايه هو اللي قاله ماري اسحاق. صوم اللسان خير من صوم الفم، وصوم القلب خير من الاثنين. القلب هيصوم ازاي؟ حد يعرف؟ بيصوم عن الشهوات، واخدين بالكم ازاي؟ صوم القلب عن الشهوات. صوم اللسان عمال يتكلم يطلع كلام زيادة، كل ما يتكلم بقه بيتكلم النتيجة إدانة أو خطية، أو يتكلم في موضوعات غير بناءة، أو يبص على حاجات مش مظبوطة. كتير من الناس اللي بتصوم يهتموا بصوم الفم عن الطعام. يا عم أنا مش هاكل حاجة، أنا نادر الصوم مش هاكل سمك وهصوم بمية وملح. ربنا وبخ هؤلاء الناس، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. مش الأكل اللي هتاكله وانت صايم هو اللي هينجسك، انت هتقول ايه من بقك ولسانك هيطلع. عشان كده في صوم للفكر. الفكر ده هو اللي بيخلي اللسان والبق ينطق. عشان كده الكلام لما بيطلع مش مظبوط، آسف أقول، كلام الإنسان الخاطي بيكون فيه نجاسة تشد لتحت، وكلام الإنسان المقدس الفكر يرفع الإنسان لفوق ويبني. عشان كده القديس يعقوب بيقول عن اللسان أنه يدنس الجسد كله. اللسان زي ما أنت ممكن تبارك بيه الله، بعدت عن ربنا ممكن يوقعك في مشاكل كتير. فهل لسانك صائم مع صوم الجسد، ولا باكل أكل صيامي ولساني ده شغال بمزاجه؟ هل قلبك من الداخل صايم عن الشهوات، ولا أنا قلبي عمال صايم ومخه شغال في الحاجات اللي مش كويسة؟ من فيض القلب يتكلم الفم. لو قلبي من جوه كويس يبقى فكر كويس، لساني هيتكلم كويس وبقي يتكلم كويس. أما ما يخرج من القلب، أما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. اللي بيطلع من بقك ده طالع من قلبك. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. دي متى 12. قلبك صايم، صايم عن ايه؟ عن الاكل؟ لا، صايم عن الخطية. قلبك صايم، صايم عن الاكل؟ لا، ده صايم عن الشهوات. فكده هيكون لسانك صايم، فمك طاهر، لانه مش هيطلع كلام بطال. فالصوم اللسان وصوم الفم انه ما يطلعش كلام مش كويس، كلام بطال. والذي يصوم قلبه يمكنه ايضا ان يصوم جسده. الصوم بالقلب يخلي الجسد يصوم. لو الصوم بقى مش بالقلب، الجسد هم بياكل اي حاجه وبيعمل اي حاجه. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى اهم حاجه هو صوم القلب وصوم الفكر عن كل رغبه خاطئه. صوم الجسد ده اقل شيء في الصوم. احنا نشكر ربنا الكنيسه بتاعتنا زي ما عقيدتها قويه والطقوس بتاعتها ثابته، ايضا روحانيتها قويه.
كل واحد يحرص في حياته انه يظبط لسانه، يظبط الكلام اللي طالع من بقه. زي ما بتمنع بقك ان هو ياكل طعام ما ينفعش في الصيام، امنع بقك ما يتكلمش كلام رديء. سيطر على الافكار اللي في مخك، اضبط نفسك، وده كله مش هيجي الا اذا كان قلبك رافض كل هذا الكلام، فيقدس فكرك ويقدس فمك ويقدس لسانك. مفهوم اللي انا قلته ده؟ الصوم يصحبه ضبط النفس. ضبط النفس ضد كل رغبة خاطئة، سواء الحاجات الخاطئة جاتني من بره مفروضة عليا، او جت في فكري من جوه من حروب الشياطين. فالذي يملك روحه خير من ما يملك مدينة. انت تحكم نفسك احسن ما تحكم مدينة. خلي زمام الإرادة بتاعتك في ايدك، ما تمشيش على حسب ما توديك الدنيا. صوم الجسد، الجسد عايز ياكل نفسه، تقول له لا ما تاكلش، دي إرادة بتخش في الفكر، عايز رغبة مش كويسة، عايز يعمل تصرف مش مظبوط. فاللي هينجح فيه تملك إرادة الطعام، يرفض أكل الطعام، ينجح ما يعملش إيه؟ الشهوة التانية اللي عايز ينفذها اللي هي الغلط. اللي يعرف يضبط نفسه في الصوم بتاع الجسد هيضبط نفسه في الأفكار، هيضبط نفسه في الشهوات وفي التصرفات. واخدين بالكم؟ في واحد من الآباء اتحارب، فأثناء الصوم عايز ياكل بطة حرب، فقال للراجل الطباخ بتاعه اعمل لي بطة. الطباخ بصله، يعني انت مش واخد بالك ان احنا في صيام؟ قال له بقول لك اعمل لي بطة. جاب له البطة حطها على الشباك، وكل شوية بص على ايه؟ البطة، لحد ما البطة آسف دودت ونتنت وعفنت، حطها قدامه قال لها كلي يا نفسي مما تشتهين. بيدرب نفسه بنفسه عشان ما يقعش في الخطية الأكبر. لو أكل البطة هو مش حرام، لو أكلها خلاص حل صيامه ووقع في خطية الشهوة الأكل، لكن بعد كده هيقع فين؟ شهوات أخرى. فاللي يعرف يظبط نفسه في الحتة الصغيرة دي هيخش بعد كده على إيه؟ الدرجة الأعلى. اللي يعرف يظبط شهواته ده دليل على إنه زاهد وبيحب ربنا. وانت صايم ارفع يدك لربنا واطلب منه انه يطلق جسدك وروحك من الروابط، وتطلب منه انه يخليك تنفك من رباطات الجسد ومن شهوات الاكل، وتقول له اي شهوات جسدانية يا رب نجيني منها. طبعا في الصوم حسب تعليم الكنيسة والتعليم اللي موجود في كورنثوس الأولى لمعلمنا بولس الرسول، يكون من قهر الجسد البعد عن العلاقات الزوجية، ولكن يكون ذلك باتفاق لئلا تجربوا، باتفاق بين الاثنين. يقول النبي في الصوم، بيقول يخرج العريس من خدره والعروس من حجلتها. داريوس الملك لما رمى دانيال في الجب فضل صايم وما جابلوش السراري بتوعه قدامه،
دانيال النبي لما صام رفض مجرد زينة الجسد وبيقول ولم أدهن ما حطش الأطياب، وبيتكلم عن شهوة الطعام يقول ولم آكل شيئا شهيا. الحقيقة قهر الجسد ليس هو الهدف. ممكن واحد يقول لي انت عملت تقول لنا اقهر الجسد انت هو الهدف ده؟ لا، هو وسيلة للروح. الجسد لازم يتظبط، لما تظبط الجسد الروح ما تنحرفش. فبولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كون الجسد مقهور الروح تمسك الدفة بتاعت الموضوع، الروح هي اللي هتدير الدنيا والجسد ما يقاومهاش. لما يكون الجسد قوي الروح تضعف وهو اللي يدير الدنيا. واخدين بالكم؟ اضبط جسدك، ابعد نفسك وابعدي نفسك عن كل المتع والشهوات بحكمة.